وللحديث أكثر حول هذا الموضوع معنا عبر الهاتف الدكتورة منيرة السبيعي، مدير إدارة المعلومات والمتابعة بالمحافظة الجنوبية. بداية نرحب بك معنا في نشرة الثالثة، وكيف تترجم المحافظة تعزيز مبدأ الشراكة المجتمعية من خلال تكريم الجهات المساهمة والراعية؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، نتشرف بهذه المداخلة. أن التعاون الوثيق والتنسيق المشترك الذي جمع المحافظة الجنوبية بمختلف القطاعات والأجهزة الحكومية والأهلية والخاصة يأتي ضمن حرص وتوجيهات سمو الشيخ خليفة بن علي بن خليفة آل خليفة محافظ المحافظة الجنوبية، وذلك تحقيقا لمبدأ الشراكة المجتمعية وتعزيز قيم الانتماء والمواطنة التي أصبحت محور هام ونهج راسخ لعمل المحافظة، وذلك يمكن لترجمة دورها الهام في التنمية المستدامة بالتعاون الوثيق مع مختلف الجهات، وذلك أيضا ينصب في تحقيق المبادرات والبرامج الهادفة والمشاريع التنموية التي تزخر بها المحافظة. نعم دكتورة منيرة، يعني كيف انعكس نجاح المبادرات والبرامج التي أقامتها المحافظة على المجتمع، لا سيما وأن هذه المبادرات تصب في صالح المجتمع؟ نعم، في كل عام توثق المحافظة نجاحاتها وإنجازاتها على كافة الأصعدة الأمنية والاجتماعية والتنموية في سبيل تحقيق برامجها من خلال هذه المبادرات التي تنعكس لتحقيق التواصل والتنمية المستدامة كما ذكرت، وربما التنسيق والشراكة يعتبر مفتاحا النجاح مع مختلف القطاعات، بالخصوص أن المحافظة استمرت برغم وجود الجائحة في استثمار وتسخير القنوات الحديثة ضمن خطتها لمنظومة إطار التحول الرقمي، والذي يعد معيارا هاما لسرعة الاستجابة والأخذ بمتطلبات الأهالي والمواطنين وتوظيفها على أرض الواقع من خلال تلك المبادرات والبرامج الرائدة التي اختتمت بنجاح باهر في سلسلة من الفعاليات الوطنية التي قدمت تلبية لاحتياجات الأهالي والمواطنين في مختلف مناطق المحافظة، لا سيما يعتبر هذا حفل التكريم الذي أقيم للجهات الداعمة والراعية والمساهمة نهجا وأسلوبا وصورة واقعية للشراكة الراسخة بين مختلف القطاعات مع المحافظة الجنوبية. نعم دكتورة منيرة السبيعي، مدير إدارة المعلومات والمتابعة بالمحافظة الجنوبية، شكرا جزيلا لك.